تشير الكثير من المؤلفات أنه في عام 906 للهجرة 1500 للميلاد انتهت الفترة الأولى لحكم النباهنة في عمان، وذلك بسقوط حكم السلطان النبهاني سليمان بن سليمان، والتي يرجح أنها قامت في أواخر القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي، واستمرت قروناً عديدة، وكان مقر حكمها في عمان الداخل في نزوى وبهلة. وقد تخللت هذه الفترة الكثير من الأحداث المؤثرة في التاريخ العماني، سواء على الصعيد الداخلي أم الخارجي، فقد تعرضت عمان إلى غزوات خارجية من بلاد فارس في فترات مختلفة من دولة بني نبهان الأولى، وذلك في إطار المطامع الخارجية بالسيطرة على عمان. وشهدت هذه الدولة هجرة نبهانية إلى شرق أفريقيا والاستقرار في جزيرة بتة بأرخبيل لامو، التي شهدت حكماً عربياً نبهانياً لهذه الجزيرة، الذي استمر لفترة زمنية طويلة، عرف بالكثير من الإنجازات هناك. وفي الجانب العلمي فقد ظهر العديد من العلماء والشعراء في فترة النباهنة الأولى والذين أثروا هذا الجانب، وكذلك زيارة الرحالة المعروف ابن بطوطة لعمان، بالإضافة إلى حوادث متباينة مرتبطة بالطبيعة بين الجفاف والفيضانات، بخلاف العديد من الصراعات الداخلية في عمان.